السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة الحلقة العاشرة من خط الرقعة، زي كل مرة بنعيد عليكم الكلام تاني يا جماعة. الله يكرمكم، اللايك والشير وتفعيل الجرس، ودعمونا وعلقولنا وشوفوا اللي انتوا عاوزينه عشان نتابع معاكم برضو ونشوفكم عاوزين ايه وتكونوا استفدتوا. ويلا بينا. جيم صاد يا جماعة، نعمل نفس الكلام جماعة، ونروح طالعين لافين كده وناخد الصاد بتاعتنا. في هنا نقطة ما بين الصاد وما بين الكاسة بتاعتها اللي هي ده، وهنا طبعا هنا طبعا في تلات نقط، وفي هنا نقطة، في هنا فراغ نص نقطة، في هنا فراغ نص نقطة. الجيم طا، الجيم طا يا جماعة عاملة زي جيم صاد في الطلعة بتاعتها. اهو برضو في فراغ هنا نقطة. الجيم عين، بداية الجيم يا جماعة كاسة، كاسة بتنزل وبتاخد سطر كده على طول. في الجيم عين بنطلع كده ونلف دي وننزل ناخد العين بتاعتنا. جيم فا، اهم حاجة الكاسة دي تحفظ شكلها، هي بداية الخط ونهاية الخط وكل حاجة. ماشي يا جماعة، جيم عين جيم فا اهي. جيم قاف، جيم قاف برضو. يا رب تكونوا استفدتوا يا جماعة من الحلقة، وبرضو هنعيد تاني، ما ننسى تعليقاتكم بتفيدنا كتير، نعرف انتوا استفدتوا ولا لأ، واحنا معاكم على طول ان شاء الله. ربنا يوفقنا ويوفقكم.